وكما ترون يلوحون بالأعلام الخضراء رمز حركة المقاومة الإسلامية حماس، وعلى ما يبدو هناك استقبال رسمي شعبي حافل ينتظرهم في قطاع غزة. ومشاهدينا الأعزاء، بالطبع نواصل تلقي اتصالاتكم لنستمع إلى آرائكم ومداخلاتكم فيما يتعلق بهذا الحدث الذي نحن بصدد تغطيته، وهو الإفراج عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني في الصفقة التي بموجبها أيضا تم الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط الذي وصل بالفعل إلى إسرائيل وتم نقله أو سيتم نقله من خلال طائرة حربية إسرائيلية إلى وسط إسرائيل ليلتئم شمله مع أسرته وعائلته. Thank you.
Thank you.
That just what I found. يلا هي الأسرة كلها Yeah.
رقم 4 رقم 4 نزلوا ثلاث بصات هاي الرابع ضايل بصين Yeah.
هذا مع الغابة كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نحمد الله على سلامتكم. نحمد الله على سلام نحمد الله على سلامتكم. عائدين سالمين غانمين لأهلكم، لإخوانكم، لبلدكم بعد هذه الغيبة القصرية التي فرضت عليكم لأنكم مناضلون مجاهدون في سبيل الله والوطن. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا لنرى باقي أخواتنا وإخواننا محررين مثلكم في هذه الساحة إن شاء الله. إن تضحياتكم وجهدكم وعملكم لم يضع حسودا، فأنتم عملتم وناضلتم وضحيتم وسترون نتائج نضالكم في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. أيها الإخوة والأخوات، كانت قضيتكم ولا زالت في قلوبنا، في عقولنا، في وجداننا حيثما حللنا، في كل مكان، في كل محفل عربي أو دولي، لا هم لنا إلا أخواتنا وإخواننا الأسرى، وها نحن نرى كوكبة منهم الآن والآتي إن شاء الله قريب وقريب جدا. سنرى إن شاء الله، سنرى إن شاء الله قريبا وهنا الأخ مروان البرغوثي والأخ أحمد سعدات الذي نتمنى له الشفاء العاجل، الذي نتمنى له الشفاء العاجل، ونريد أن نرى إن شاء الله إبراهيم حامد أيضا وعباس السيد وكل أسير وأسيرة عائدين محررين إلى الوطن بإذن الله. أيها الأخوات والإخوة، لابد لنا في هذه المناسبة
من أن نحيي إخوتنا في مصر العزيزة. التي بذلت كل الجهود لإطلاق سراح إخوتنا وأخواتنا. ولا بد لنا أن نحيي مصر العزيزة التي بذلت كل الجهود لإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية. ونقول لكم أيها الإخوة والأخوات، إن المصالحة بدأت من عندكم، من السجون، من وثيقة العمل الوطني، وأنتم قدتم المصالحة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وستنجز بإذن الله. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، نحن نعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. ونحن نقول لكم إن المفاوضات القادمة ستبنى على أساس دولة على حدود 67، ولا بد من وقف كامل للاستيطان. ولا بد أن تكون قضية الأسرى في الأولويات. ولا أذيع سرا، ولا أذيع سرا إذا قلت إن هناك اتفاقا بيننا وبين الحكومة الإسرائيلية على دفعة أخرى تماثل هذه الدفعة بعد أن تنتهي إن شاء الله. ولذلك نطالبهم بأن يفوا بعهدهم إذا كان العهد عندهم مسؤولا. نحن الآن أيها الإخوة، ونحن نعمل في كل الاتجاهات إطلاق سراح الأسرى والمفاوضات، نبني مؤسسات الدولة لتكون جاهزة عندما يعلن الاستقلال إن شاء الله. وأحب أن أقول لكم إن لدينا مؤسسات ليست موجودة في كثير من دول العالم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أهلكم وإخوانكم في الوطن وفي الشتات وفي كل العالم
ينظرون إليكم فرحين مسرورين سعداء، فتحية لهم، تحية إكبار لهم، فهم معكم في كل مكان. ولكن أقول لكم إن الفضل كل الفضل، إن الفضل كل الفضل بعد الله لشهدائنا الأبرار الذين نترحم عليهم، الذين نطلب من الله الرحمة والغفران لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين ومن سار على هديهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. الحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على ما أتم على شعبنا هذا اليوم من إنجاز هذه الصفقة بالإفراج عن هؤلاء الإخوة الأبطال المحررين، فهنيئاً لهم وهنيئاً لشعبنا وهنيئاً لأمتنا. إنني لا أريد أن أزيد كثيراً على ما تفضل به الأخ الرئيس أبو مازن حفظه الله، ولكن أشير سريعا إلى بكلمات سريعة لأنني أعلم الظرف والجو. إننا بقدر ما نحن مسرورين بإطلاق هذا العدد من الإخوة المعتقلين والمعتقلات، إلا أننا موجوعون في نفس الوقت لأنه بقي لنا إخوة في السجون والمعتقلات. وكما أشار السيد الرئيس، إن شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته لن يهدأ له بال ولن تقر له عين حتى يتم تأمين الإفراج عن كل الإخوة المعتقلين بإذن الله تعالى. سيدي الرئيس، أيها الإخوة الكرام، تنساب من عيني كل واحد منا دمعتان، دمعة فرح لإطلاق هذه الكوكبة من المناضلين والمجاهدين، ودمعة ألم على أولئك إخواننا الذين ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال. ولكن هذه الصفقة تعطيهم الأمل أن شعبنا الفلسطيني بفضل الله لديه الإمكانية ولديه القدرات وعنده الإمكانات أن يفرج عن كل المعتقلين في سجون الاحتلال. إن هذه الصفقة تبين لنا وتؤسس وترسخ أن هذا النهج، نهج إطلاق الإخوة
هو نهج ناجح بالإضافة إلى وسائل أخرى إذا قبل الاحتلال بأن نعمد إليها. نحن الشعب الفلسطيني، سيدي الرئيس، أيها الإخوة الحضور، ها هم الأسرى المحررون، وها هي القوى الوطنية والإسلامية، ها هو شعبنا الفلسطيني بأسره هنا وفي غزة وفي كل مكان. جئناك يا سيد الرئيس إلى بيتك هنا لنؤكد على وحدة شعبنا، نحن لا خيار لنا، ولذلك سيدي الرئيس إننا نؤكد وأنت في المقدمة معنا على ضرورة إنجاز الوحدة وإنجاز المصالحة، لنقف جميعا ونصطف يدا واحدة من أجل لجم السياسات الإسرائيلية من استيطان ومن تهويد، والتي تتنكر لمكمل حقوق شعبنا الفلسطيني. سيدي الرئيس، أيها الإخوة الكرام، إننا باسمكم جميعاً نتوجه بالشكر الجزيل إلى أهلنا، إلى مصر العزيزة التي عادت لتضع بصماتها من جديد في الحدث الإقليمي والدولي، وهذا نصر لنا نحن الشعب الفلسطيني. كما وأننا نشكر كل الجهود الخيرة التي ساهمت في هذا الأمر هنا من سيادة الرئيس أبو مازن ومن كل الدول العربية والدول غير العربية التي أسهمت في إنجاز هذه الصفقة. وإننا يا إخوة في النهاية لا بد أن نشكر، نوجه الشكر بشكل خاص إلى شعبنا في قطاع غزة، هؤلاء الذين تحملوا الكثير، وفيك يا فلسطين بالروح بالدم، نفديك يا فلسطين بالروح بالدم، نفديك يا فلسطين. نوجه هذا الشكر لأهل غزة تحديدا ولشعبنا كله بكل قواه في كل أماكن تواجده في الداخل والخارج، الذين تحملوا المشاة من أجل إنجاز هذه الصفقة. شكرا لكم، شكرا للأسرى، شكرا للشهداء، تحية لكم، تحية لشعبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي ولو لحبيها وغني عذابه وبيجانه وسامر فيها، علي الكوفيه علي ولو
الرجاء من الأخوة الابتعاد عن الدرج لأنه لا يحتمل الخروج من البوابات الرئيسية من الخلف. رجاء من الأخوة الخروج من الخلف من البوابات الخارجية. الأخوة الأسرى وعائلاتهم الخروج من البوابات الخلفية لو سمحتم.
أكبر يا حبيبي، الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر، الله أكبر، عزكم الله. السلام عليكم. الله أكبر يا جميل السامي، الله أكبر، الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر، الله أكبر يا حبيبي. الله أكبر على سلام الأبطال، الله أكبر، الله أكبر حينما يلتقي الرجال، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا حبيبي، مرحبا يا أشرف، الله أكبر، الله أكبر يا أشرف، الله أكبر، أرواحنا في الجنة. الله أكبر يا أستاذ. غير. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. عز ونصر. الله أكبر يا أطفال. أهل هنا يا بابا. أهلا وسهلا. يلا يلا كلها سكلها. الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر، الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كنتم دين في أعناقكم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا علاء، الله أكبر يا حبيبي. الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر، الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر، الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الله أكبر يا عمر، الله أكبر يا عمر، الله أكبر، الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر يا بطل، الله الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر. الله يرضى عليك رب ان شاء الله. السلام عليكم. تقبل منك ان شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر والله، الله أكبر والله، الله أكبر والله الحمد، عز ونصر، الحمد لله، الحمد لله، وكان فضل الله علينا عظيما، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر يا حبيبي، بالاسم يا حبيبي، الله أكبر يا أهل بيت لحم، الله أكبر يا أبطال أنت، يا أبطال، يا أبطال يا حبيبي، يا الله، السلام عليكم يا حبيبي، الله أكبر يا حبيبي، الله أكبر، إن شاء الله، بالاسم يا حبيبي. الله أكبر يا شيخ ناصر، الله أكبر يا وعدت يا ناصر منتصرا إلى النصيرات يا ناصر، عدت منتصرا يا ناصر، الله أكبر يا الله أرضى، الله أرضى، الله أكبر يا ناصر، الله أكبر يا ناصر، الله أكبر يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر يا قدس يا صرح العلا شامخا،
شلت يمين الماكر الثعلبان. الله أكبر يا أبطال القدس، يا أبطال القدس، يا أبطال القدس، يا أبطال القدس. الله أكبر. الله أكبر يا موسى، الله أكبر يا موسى، الله أكبر يا موسى، الله أكبر يا حسن، الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر يا حبيبي. يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام الأبطال. الله أكبر، الله أكبر. يا درة التاج، يا درة التاج. الله أكبر. الله أكبر. سلامات يا حبيبي، سلامات. الله أكبر. سلامات يا حبيبي، سلامات يا حبيبي، سلامات يا حبيبي. كل سنة وانت طيب. الله أكبر يا محمد، الله أكبر، الله أكبر. يا أبطال الخليل، يا أبطال الخليل. الله أكبر يا حبيبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا حبيبي. تستحقون ذلك وزيادة. أنتم صناع المجد، أنتم صناع المجد. الله أكبر. الله أكبر يا حبيبي. الله أكبر. الله أكبر يا حبيبي. الله أكبر يا نضال. الله أكبر يا نضال. الله أكبر يا نضال. خليل. مرحبا. الله أكبر. الله أكبر. الله نصر فلسطين. هذا نصر. الله أكبر. لا يا حبيبي. الله مرحبا. كله بشأن كيهون. كله بشأن كيهون يا حبيبي. يا حبيبي. اسمي حبيبي. الله أكبر يا حبيبي. الله أكبر. يا خليل. الله بارك يا رب الله يسعدك. السلام عليكم. الله اكبر يا حبيبي. الله اكبر يا حبيبي. الله اكبر يا حبيبي. الله اكبر. ان شاء الله ربنا يعيننا يا رب ويعين شعبنا ان شاء الله. بسم الله. الله اكبر يا طول كرم. يا ايها الابطال انتم، يا ايها الابطال. الله اكبر. الله اكبر يا حبيبي. السلام عليكم. الله اكبر يا حبيبي. الله اكبر. الله اكبر يا حبيبي. الله اكبر. الله اكبر. اسمي حبيبي. الله اكبر يا علي. يا رام الله، يا صرح البطوله. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك. ان شاء الله الله يرضى عليك. السلام عليك. الله اكبر عز ونصر. الله اكبر عز ونصر. الله اكبر. الله اكبر يا اهل الخليل ايها الابطال. الله اكبر. الله اكبر يا حبيبي. علي العمودي. الله أكبر يا شيخ علي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. زي ما قال الشيخ أحمد ياسين، غصب عنهم. الله أكبر يا علي. الله أكبر يا علي. الله أكبر يا حبيبي. الحمد لله سلام. الحمد لله سلام يا حبيبي. الله أكبر. الحمد لله سلام يا حبيبي. الحمد لله سلام يا حبيبي. الله أكبر. الله أكبر. أهلك هم صامدين وصابرين ومعكم على العهد ولا يضركم كل ما يقال وكل ما قيل. الله يجزيهم كل خير. أنت رئيس حكومة المقاومة وأنتم حكومة المقاومة وأنتم الذين صمدتم وصبرتم وحملتم لواء هذا الشعب حتى أنجز الله سبحانه وتعالى على يد المجاهدين وعلى يد الصبر الذي تعلمه منكم الناس هنا في قطاع غزة، وكنتم أنتم ملهمون للصبر لإخوانكم الأسرى أيضا، وبفضل ذلك كله تحقق هذا الإنجاز. إخوانكم الأسرى ثابتين، صامدين، ثابتين على العهد، كلهم رافعين رؤوسهم فيكم، وكلهم ينتظرون منكم ومن المقاومة أن تواصل الدرب وتواصل الطريق حتى تحريرهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله على السلامة. هنيت يا أبو خالد. هنيت يا أبو خالد. هنيت يا أبو خالد. هنيت. الله أكبر يا طول كرم. الله أكبر يا طول كرم. الله أكبر. الله أكبر. انتصار بيكم. انتصار بيكم. الحمد لله. انتصار بيكم يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عز ونصر.
الله أكبر بقيم. الله أكبر عز ونصر يا رب. الله أكبر. الله أكبر الخليل. الله أكبر. لله شيخنا الله عليكم. الله يقويكم. أعطيكم الصحة والعمر. الله أكبر يا حبيبي. الله أكبر يا حبيبي. الله أكبر. أعطيكم الصحة والعمر. الله أكبر. على أعصاب الخليل. الله أكبر يا شيخ. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا أشجع الناس يا أكرم الناس أيها الأبطال يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر والتقى الماء على أمر قد قدر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا حبيبي الله أكبر يجزيك عنك الخير الله أكبر يا حبيبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا حبيبي الله أكبر السلام عليكم وعليكم السلام الله يحفظك الحمد لله على السلامة يا حبيبي الله يبارك الله الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة الله أكبر يا نابلس يا جبل النار أنت يا أبطال يا أبطال يا أبطال أنت إن شاء الله أكبر ينصرك إن شاء الله يا رب قبل المصالحة يا رب يا رب الله مصر لك إن شاء الله إن شاء الله يا حبيبي الله أكبر يا حبيبي الله أكبر يا حبيبي إن شاء الله أكبر يا رب الله أكبر مصر صمودكم الله أكبر السلام عليكم الله يا حبيبي عبد الله بن الله هو اكبر يا خير الرحمن يا ابطال يا حراس الجنوب يا الله يا الله يا الله الله يبارك فيك يا الله يا الله السلام عليكم الله اكبر يا حبيبي الله اكبر الحمد لله الله اكبر يا نابلس يا جبل النار يا مصنع الابطال انت يا الله 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 اكبر الله اكبر ومن حج الله اكبر الله اكبر حمل الاسير سلم عليها الله اكبر يا حبيبي الله اكبر يا حبيبي السلام عليكم الله اكبر يا حبيبي الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا حبيبي الله اكبر الله اكبر يا حبيبي الله اكبر اسلم يا حبيبي محبوس الله اكبر يا رم الله الله اكبر الله اكبر صرح البطوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا حبيبي الله أكبر يا حبيبي الله أكبر يا حبيبي الله أكبر يا حبيبي الله أكبر اسمي حبيبي عبد العزيز صالح الله أكبر يا رب الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقرب نقطة إلى القدس يا حبيبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله يبارك الله اكبر يا حبيبي الله اكبر الله اكبر يا ابن الكريم الله اكبر كل اهلك كلنا اهلك كلنا اهلك الله اكبر الله اكبر السلام عليكم الله اكبر يا حبيبي الله اكبر الله اكبر يا حبيبي الله اكبر يا حبيبي الله اكبر يا حبيبي الله عز ونصر ان شاء الله نسمي حبيبي سعيد اخوك لا سعيد بشاره طمون جني سعيد يا الله يا جني القسام انت يا ابطال الله يبارك فيك يا الله يا حبيبي يا الله يا حبيبي اشهد الله السلام عليكم السلام عليكم يا حبيبي الله يرضى عليك الله يرضى عليك الحمد لله على سلامتك يا حبيبي ليس يا حبيبي الله اكبر يا جليل جليل القسام الله اكبر يا ابطال يا ابطال يا الله يا الله السلام عليكم السلام عليكم يا حبيبي الله يكرمكم السلام عليكم يا حبيبي السلام عليكم يا حبيبي السلام عليكم يا حبيبي مصطفى حبيبي انصرات يا مصطفى وعدت منتصرا الى النصيرات يا مصطفى الله اكبر عبد الهادي يا الله يا عبد الهادي سلامات الله اكبر بطل من ابطال الامه الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا عبد الله اكبر الله اكبر يا حبيبي الله اكبر عهد الرجال عهد الرجال يا عبد الهادي هذا نصر لنا جميعا الله اكبر والحمد لله وان شاء الله بدايه التحرير من النقطه هذه ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا عبد السلام عليكم السلام عليكم الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا حبيبي اسمي الله اكبر يا معاذ يا خليل الرحمن يا حراس الجنوب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيبي يا الله
يا حمار يا حمار. اهلا وسهلا شباب. السلام عليكم. الله اكبر عليكم. صديق الكتاب ربك الى معاد. الله اكبر. والله ردنا لك شيء. الله اكبر. الله اكبر عز ونصر. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. الله اكبر. الله ثبت الاجر. الله اكبر. ذهب السجن وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ان شاء الله. الله اكبر. الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يفرج الكرب عنك. الله اكبر يا حبيبي. الله اكبر. الله اكبر. نسال الله له الفردوس الاعلى وان يثبتنا على طريقه. الله يرضى عليك. من تلاميذ الشيخ جمال منصور. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله يذكره ويبارك فيك. الله اكبر يا حبيبي. الله اكبر يا حبيبي. السلام عليكم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. يا نشامه. يا نشامه فلسطين. الله اكبر. الله اكبر. اول فرحه نشعر بها منذ 48. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر يا حبيبي. اسم يا حبيبي مدار حامد بن سلواد. الله اكبر يا سلواد. يا قدس يعني يا حبيبي. اطفال الحجاره ما زالوا في سلواد. الله اكبر. يصنعوا الانتفاضه. الله اكبر. السلام عليكم. سلامات يا حبيبي. سلامات. سلامات يا شيخ ياسر. يا اهل رفح البطوله. ياسر محمود الخواجه. الله اكبر. الله اكبر يا ياسر. الحمد لله. سلامه يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الحمد لله على سلامتكم جميعا. الله سلامتكم يا سيدي. الله اكبر. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله على سلامتك. السلام عليكم. ايها البطل. ايها البطل. الله يعطيك يا شيخ. ايها البطل. احنا بنعلمكم يا الله. كنتم اسستونا وانتم الله اكبر. الله اكبر. اسمي مصعب. سلامات يا مصعب. الله اكبر. الله اكبر. بطل عملية نور السبعة. الله أكبر يا مصعب. الله أكبر. الله أكبر يا مصعب الذي ثأر الشيخ. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا مصعب. الله أكبر يا مصعب. من الخليل مصعب. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. 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 أريحة. الله أكبر. أريحة. الله أكبر. بلد الشيخ شاكر عمارة. السلام عليكم. عليكم. مرحبا. الحمد لله على السلامة. 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 الله أكبر. الله أكبر. أنتم حجة. الاسم. الله أكبر. خليل الرحمن. الله الله يرضى عليك. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الله يرضى عليك. الحمد لله. هذا نصر عظيم للشعب الفلسطيني. الحمد لله يا اخي. الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله باخ. ان شاء الله الحاج. نعم نصلي يا شباب. في شك نمشي. ماشي يلا. يحيى يخرج مقابل. اذا بنحكي مقابله بنحط البوم. ها انا ما شو فكيت الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر والعزه للاسلام. الله اكبر والعزه للاسلام. الله اكبر والعزه للاسلام. الله اكبر والعزه للاسلام. في سبيل الله قمنا. في سبيل الله قمنا. نبتغي رفع اللواء. نبتغي رفع اللواء. فليعد للدين مجده. فليعد للدين مجده. وليعد للاقصى طهره. وليعد للاقصى وليعد للأسير حريته. وليعد للأسير حريته. والترق منا الدماء. والترق منا الدماء. هي لله. هي لله. هي لله. هي لله. لا لسلطة ولا لجاه. لا لسلطة ولا لجاه. بل لمثل هذا اليوم فليعمل العاملون. الله أكبر. عندي جامع.
بسم الله. طيب يا جماعة، أنا حابب الجمهور يقول لي إيش حابب يسمع الآن. أنا سامع صامت. الجماعة اللي على يساركم مش يسمعوا شي كمان. خلص بدي ارجع لكم. طيب. انا حابب اول حاجة اغني انا وياكم صامت. صامت لا مأوى ولا بيت، صامت لكن ما تخليت. أنا صامت، صامت لا مأوى ولا بيت، صامت لكن ما تخليت. عجراحي انا شديت يا يما والله شديت، عجراح والله شديت حتى نكمل هالمشوار. أنا صامت 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 يا دار، صامت رغم الحصار، صامت 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 يا دار رغم الحصار، صامت صامت غزتنا الحرة نزرعها ثورة، غزتنا الحرة نزرعها ثورة، ايه ونلبسها كليل الغار. انا صامت في حي الزيتون وفي رفع
أنا صامت في حي الزيتون وفي رفح وفي بيت حنون في حي الزيتون في رفح وفي بيت حنون رح نملى أرضك حنون ونزيتها بالإصرار هي 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 العافية وراجع لكم إن شاء الله. بارك الله فيكم.
نشكر الفنان عبد الفتاح ويناد على هذا الأداء المتميز، ونجدد ترحابنا به هنا على أرض قطاع غزة الإباء. أيها الإخوة المجاهدون، نبقى الآن مع كلمة لابنة الأسير المحرر تحسين أبو عاصي، فلتتفضل على بركة الله تعالى. לצאת מיד אחר כך אלינו כאן כדי לשאת כמה דברים. אנחנו ננסה גם לשאול אותם שאלות, אבל מדובר פה בעיקרון על הצהרות ללא שאלות. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، ما زالت تغطيتنا مستمره لعمليه تبادل الجندي الاسرائيلي الاسير المفرج عنه جلعاد شليط مع 1027 أسير فلسطيني. تمت اليوم المرحلة الأولى من هذه الصفقة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصرية، وذلك بتسليم حماس الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط إلى الجانب المصري بعد الإفراج عن أسرى المرحلة الأولى. عدد أسرى المرحلة الأولى 477 أسيرا، وكانت حركة حماس وافقت على إطلاق سراح شليط في إطار اتفاق لتبادل الأسرى مع إسرائيل برعاية جهاز المخابرات العامة المصرية. إذن بعد حوالي 5 سنوات وأربعة أشهر، أي تقريبا 1940 يوما هي المدة التي قضاها جلعاد شليط الجندي الإسرائيلي منذ أسره يوم 25 يونيو عام 2006 في العملية التي نذكرها جميعا والتي قامت بها المقاومة الفلسطينية على يد مقاتلين تابعين لثلاثة فصائل فلسطينية مسلحة. هذه الفصائل كانت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية وجيش الإسلام، وكانت العملية معروفة باسم الوهم المتبدد كما أطلقت عليها الجهات الفلسطينية التي نفذتها أو الحركات التي نفذتها. وسط أجواء من الفرحة وصل السجناء الفلسطينيون المفرج عنهم إلى قطاع غزة مصر عبر معبر رفح المصري، وكان في استقبالهم إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، وبصحبته عدد من وزراء حكومته وقادة حركة حماس. يأتي هذا بينما أعلنت أجهزة الأمن المصرية في مطار القاهرة حالة طوارئ استعدادا لسفر وتأمين 40 أسيرا فلسطينيا خلال نقلهم من المطار إلى 3 دول قررت استضافتهم في إطار تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقالت مصادر في مطار القاهرة إن جهازا أمنيا رفيعا سيتولى عملية سفر الأسرى المبعدين بعد الانتهاء من عقد لقاء بينهم وبين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القاهرة، وبعده سيتوجه المبعدون إلى تركيا وسوريا وقطر. إذن وطبقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي، وصل الجندي جلعاد شليط إلى قاعدة عسكرية بالقرب من منطقة كرم أبو سالم. وأوضحت القوات الإسرائيلية أن من المتوقع أن يلتقي شليط مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أهود باراك قبل أن يعود إلى عائلته. من جانبه قال شليط في أول تصريحات له مع التلفزيون المصري بعد وصوله للأراضي المصرية، وجه الشكر لمصر على جهودها في صفقة تبادل الأسرى، وأضاف أنه اشتاق كثيرا لأسرته وأصدقائه، مشيرا إلى أن المصريين نجحوا في صفقة تبادل الأسرى بفضل علاقتهم الجيدة مع حماس ومع إسرائيل. ونذكر حين سئل عن شعوره ناحية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والذين ما زالوا حتى الآن في بين جدران السجون الإسرائيلية،
ذكر أنه يتمنى أن يفرج عنهم ليشعروا بنفس الشعور الذي يشعر به الآن.